السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم على موقع مميز جدا ربح العملات الرقميه. هذا الموقع يدفع على المحفظه البسيطه فوسيت باي بحد ادنى للسحب بسيط جدا ممكن توصله اخي الكريم خلال 5 دقائق من العمل على هذا الموقع. موقع بسيط، موقع سهل، راح نشرحه خلال هذا الفيديو ونقدم اثبات السحب على الفوسيت باي. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصرة، هذا اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه. المدونة الخاصة فيه في لينك مباشر، يعني ضغطتين اخي الكريم بتفتح معك اي صفحة، انت بتروح على كلمة ريجستر او التسجيل هاي اللي هون وبتضغط عليها. طبعا اخي الكريم بتفتح معك اي صفحة بيقول لك الموقع حط الايميل الخاص فيك، هون اسم مستخدم باللغة الانجليزية، باسورد بنعيد الباسورد، بنحل الكباتشا، كلمة ريجستر بيكون صار عندنا حساب. طبعا الموقع راح بعت لنا رسالة تأكيد على البريد اللي احنا سجلنا فيه، ممكن نلاقي هاي الرسالة بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، لكن بشكل عام بتجي بالبريد وارد. في حال ما لقيتها ابحث دائما بالرسائل غير المرغوب فيها، ممكن تلاقي رساله التاكيد فيها. طبعا فيها كلمه كونفيرم ايميل ادرس، بضغط عليها بتفعل حسابي وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بسجل الدخول على الموقع بشكل طبيعي من كلمه لوجن. تمام اصدقائي، نرجع للوجن. ومسجل دخول ايميل باسورد، بنحل الكباتشا وبنعمل تسجيل الدخول. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل. نحن بنجمع شيء اسمه توكن، وهي التوكن نسحبها بالعملات الرقميه على الفوسيت باي. طبعا في مجموعه من طرق الربح. اول طريقه في عندنا التيلي بونوس، هي مره كل 24 ساعه بروح على كلمه كليم بضغط عليها. طبعا انا اخذتها اليوم اخي الكريم، كل 24 ساعه فيك تاخذها، ممكن يعطيك توكنات، ممكن يعطيك انرجي، ممكن يعطيك ترفيع اكس بي داخل هذا الموقع، او اي شيء ثاني ممكن تاخذه من هذا الموقع. طبعا في عندنا طرق ثانيه للربح. عندنا هون تمام اصدقائي كلمة earning، هون الطرق المتاحة. في عندنا هون بي تي سي او مشاهدة الاعلانات، بضغط عليها. طبعا اصدقائي الاعلانات قيمة معينة لثواني معينة، مثلا هون 17 توكن 5 ثواني، بروح على كلمة جو بس بشاهد. طبعا اصدقائي شايفين بشاهد هذا الاعلان 5 ثواني. طبعا واجهة التصفح على الكمبيوتر اكيد اسهل من الموبايل، الموبايل صغير ممكن تطلع هاي الاعلانات بطريقة مزعجة، لكن بالنسبة للكمبيوتر واجهة التصفح أفضل. كمان في عندك متصفح اسمه كيوي بيحجب لك هدول القصص. طبعا أنا راح أحط لك هذا المتصفح أو شرحه بصندوق وصف هذا الفيديو، ممكن تشاهد هذا الشرح مشان تقدر تكسب من المواقع الربحية بشكل أفضل. أخذنا 17 توكن، شايفين أصدقائي أخذنا 17 توكن انضافت لرصيدي داخل هذا الموقع. في عندنا هون كمان 3 صنابير، مانوال فوسيت، سيلفر فوسيت، جولد فوسيت، 3 كويسين. مثلا مانوال فوسيت بضغط عليها. طبعا هذا الصنبور كل 5 دقائق 35 توكن 100 محاولة يوميا، بنزل لتحت. طبعا نفس المبدأ بقية الصنابير، لكن المدة أكثر وباخذ توكينات أكثر. بنزل لتحت تمام، بحل الكباتشا وبحل الأنتيبو. تمام أول شيء بضغط على المساحات الفاضية مشان ما أضطر حلهم مرتين. طبعا أخذني على صفحة ثانية، رجعني لصفحة المطالبة، بحل الكباتشا بعدين بحل الأنتيبوت 3 4 7. تمام أصدقائي شيء سهل، هون 3 هون 4 هون 7، بروح على كلمة رول أند وين بضغط عليها. طبعا وبنتظر التحميل، أعطاني 35 توكن بعد 5 دقايق. فيني أرجع طالب. طبعا السيلفر والجولد نفس مبدأ العمل، كميات أكبر بتاخذ كميات أكبر، لكن ممكن ينطرك وقت أكثر. تمام أخي الكريم، في عندنا كمان بعض المهمات ممكن نأديها، عندنا روابط مختصرة كمان ممكن نقوم فيها ونكسب منها، عندنا كمان بعض العروض. شايفين اصدقائي عندنا عرض سكيبي ادز وبيتس وول، هن عروض اعلانيه بسيطه ما فيها شيء جدا مهم، لكن شوفها ممكن تلاقي بعض استطلاعات الراي اذا كانت متاحه ببلدك ممكن تستفاد منها بشكل كويس. في عندك اخي الكريم كمان رابط الاحالي، اذا رحنا كمان هون على ريفيريل وضغطنا عليها طبعا بيظهر لي رابط الاحالي الخاص فيه، باخذ كوبي بوزعه للاصدقاء لاستفاد من هذا الموقع بشكل افضل. وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. طيب هلا كيف بدنا نسحب من الموقع حتى نثبت مصداقيته؟ بروح على كلمة ويزدرو بضغط عليها. طبعا الموقع بيدفع باليو اس دي تي، بيدفع كمان بالبيتكوين على المحفظة الوسيطة فوسيت باي. طبعا بدول العملات الحد الأدنى للسحب بتوصل له خلال 5 دقائق، شيء بسيط جدا. راح أختار البيتكوين نكست ستيب. تمام أصدقائي معي هدول الكوينز حوالي 500 كوين، بيطلعوا 18 ساتوشي بيتكوين. بيقول الموقع حط وولت ايميل ادرس، يعني ايميلي داخل الفوسيت باي، راح أحطه هون وبعدين بروح على كلمة ويزدرو مشان أطلب السحب. طبعا طلب من الموقع قوم بسبع اعلانات من العروض. تمام راح شاهد انا 7 اعلانات من العروض لحتى اطلب السحب. برجع على العروض او الاوفر وول، بختار البيتش وول، في اعلانات كثير. تمام اخي الكريم، طبعا
هاي المواقع بتطلب احيانا هذا الشيء لتاكيد للادمن انه انت انسان حقيقي مانك روبوت. هذا بيساعده بشكل جدا كويس. راح انتظر تحميل الصفحه. طبعا صفحه الويدز وول فيها مجموعه كبيره من الاعلانات، راح اشاهد 7 اعلانات بشكل سريع. طبعا انا راح اتابعهم لحالي بعدين بكفي تسجيل الفيديو. طبعا شاهدت 7 اعلانات من العروض اصدقائي، شايفين حتى اعطاني التوكن هلا خلال ثواني معدوده كانوا منضافين برصيده. روح على كلمه ويزدرو وسحب مره ثانيه. تمام، برجع بختار البيتكوين نيكست ستيب. تمام اصدقائي صار معي 796 توكن، 27 ساتوشي بيتكوين. برجع بحط الايميل الخاص فيه هون وبطلب السحب. طبعا اصدقائي دفع لي الموقع بشكل فوري 796 توكن، راحوا بشكل فوري على المحفظه الوسيطه فوسيت باي. برجع للفوسيت باي بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد الدفعة. طبعا اصدقائي هي هي الدفعة 26 ساتوشي بيتكوين نورمال بيمنت 7 جون حزيران 2022. كلين كاش، هذا هو الموقع، موقع مميز سهل بسيط جديد يفضل تشتغل عليه خلال هاي الفترة، خاصة الثلاث صنابير طبعا جدا جيدين. يعني حتى العروض صحيح اعلانية لكن منا سيئة، والموقع بيدفع بشكل كثير كويس خلال هاي الفترة، استفادوا منه اصدقائي قدر الامكان. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.